السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل على احنا متابعين، معاكم اشرف عبد العزيز، والنهاردة معانا ريفيو جديد على سوني سبيكر الاكس بي 700، والسماعة تصلح للحفلات العائلية سواء داخل او خارج البيت، وبتقدم اوبشن كويس، وده هنعرفه بالتفصيل في الشرح مع تجربة الصوت. سعرها على موقع امازون 500 دولار وحوالي 2300 ريال سعودي، ده في وقت نشر الفيديو. وبالمناسبة احنا هنا على القناة عملنا مراجعة على الاكس بي 500 وبعض موديلات من نفس الفئة زي الجي بي ال وسوني، وهسيب لكم رابط الفيديو في خانة الوصف. ودلوقتي خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن الموديل اللي معانا. وبالنسبة لخامات السماعة، من البلاستيك والجزء الامامي معدن، وبيكون فيها ماسكة واحدة من فوق واحدة من تحت، ودي هتسهل عليك شيل السماعة، ووزنها حوالي 17 كيلوغرام. وعلى الاطراف موجود رابرات سيليكون، ودي هتساعدك تستخدم السماعة بشكل افقي او رأسي، ومستوى ثبات السماعة كويس جدا. ومن فوق بتكون لوحة التحكم، وموجود زرار الباور الاون والاوف والبلوتوث، ومن الزرار ده تقدر تعمل ايقاف او تشغيل الموسيقى بضغطة واحدة سواء انت مشغل من الموبايل او اليو اس بي. ومن نفس الزرار لو ضغطنا ضغطة مطولة بتشغل ديمو الموسيقى، ومرة واحدة للايقاف. وموجود زراير مستوى الصوت، وهنا كمان موجود زرار الاكسترا بيز، يعني تقدر تتحكم في مستوى التضخيم سواء تزود او تقلل التضخيم. وعاملين مكان زي ستاند تقدر تثبت عليه الموبايل او التابلت مع التشغيل. وموجود كمان تويتر او سماعة اضافية، وده اوبشن كويس هيزبط معاك توزيع الصوت. وفي الجزء الخلفي بيكون فيه زراير التحكم في الاضاءة، والزرار ده لو ضغطت عليه بيعرفك نسبة البطارية. والزرار التالت اللي هو البارتي كونكت، ومن خلاله تقدر توصل السماعة بأكتر من 100 سماعة تانية في نفس الوقت من نفس الفئة، وتقدر تتحكم في كل ده من تطبيق سوني ميوزك سنتر، وهسيب لكم رابط التحميل في خانة الوصف. ونروح بعد كده للمداخل، وبتكون تحت كفر، ودي للحماية من المطر والمية، وبيكون موجود مدخل رقم واحد ده للمايك فقط، والمدخل التاني هيكون للمايك أو الجيتار، وتقدر تبدل بينهم من الزرار ده. ومن هنا تقدر تتحكم في مستوى صوت المايك او الجيتار. وموجود مدخل الاي او اكس، وده هتستخدمه في التوصيل الموبايل او التابلت. وموجود كمان مدخلين يو اس بي، المدخل رقم واحد تقدر تشحن منه جهازك او تشغل موسيقى من الفلاش ميموري، والمدخل رقم اتنين هيكون شحن بس، وده اوبشن كويس لو تليفونك هيفصل شحن، ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني في السماعة. وفي النص موجود المضخم ومستوى البيس كويس جدا، وزي ما قلنا تقدر تتحكم في مستوى التضخيم. ونيجي لأهم نقطة وهي الأداء، والسماعة مدعومة ببطارية بتوصل لخمسة وعشرين ساعة تشغيل، وتدعم الشحن السريع حوالي 10 دقائق شحن بتوصل لثلاث ساعات تشغيل، ودي حاجة كويسة هتساعدك لو مستعجل. والبطارية من نقاط القوة في السماعة مقارنة بالمنافسين، وبتكون مقاومة للمطر ورذاذ الماء الخفيف بتصنيف IPX4، يعني ممكن تشغلها في أي مكان زي ما قلنا سواء داخل أو خارج البيت. وسوني للأسف ما أعلنتش عن قوة الصوت الفعلية، لكن بصراحة مستوى الصوت والبيس جيد جدا، ويمكن من أفضل الموديلات اللي أنا جربتها في نفس الفئة السعرية كنقاء صوت ومستوى التضخيم. وخلينا نجرب الصوت. ودي كانت كل حاجة عن الاكس بي 700، والسماعة بتقدم اوبشن كويس جدا للحفلات، لكن اللي ما عجبنيش مستوى الاضاءة، يعني ما فيهاش شغل كتير مقارنة بالمنافسين، لكن غير كده صراحة مستوى الصوت والتضخيم كويس جدا، ولو انت بتدور على سماعة في نفس الفئة السعرية انصحك بيها. ودي كانت حلقة النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، محتاجين دعمكم، لايك واشتراك وكمان شير، مستني ارائكم وتعليقاتكم على الفيديو، واشوفكم على الف خير، سلام.